الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعد الإسناد العقلي باشان دواي أوي كباسي صدق كذب كرا، ودواي أوي باسي أوش ما نكركا معمولا إخراج كلام لسر خلافي مقتضى ظاهر أمجر هاتي نسر وباسي إسناد كين زيني إسناد كأيما أما باسي أحوالي إسنادي خبرية خدي أم إسناد حركاني شين ويكذل. ثم الإسناد مطلقا أمجر إسناد بمطلق يعني شي بمطلق يعني سواء كان إنشائيا أو إخباريا كيف خويتي إنسا إسنادك إسنادي إنشائي بي يا إنسان إسنادي إخباري بي يعني أو إسنادا لجملة إنشائية لجملة خبرية دا واقع بي أبي بچن بشو منه حقيقة عقلية بشكي حقيقة عقلية وبشكي جال مجازي عقلية جا ديار وك حقيقة عقلية ما نهي ومجازي عقلي ما نهي حقيقتي لغوية ومجازي لغوية شمانية كدبين السري ولم يقل إما حقيقة وإما مجاز على بوعين فرمو چونك رنگ زورق لعلماء لكتب كان ينكا بحساكا بيجم إسناد يا حقيقة يا مجازة أم بوعين ودر منه حقيقة آخر على لأن بعض الإسناد عنده ليس بحقيقة ولا مجاز لبرأوا مصنفي إما بعض إسنادك بلاي أمون حقيقته ونمجازة بس تقسيمي إسناد ولا حقيقة مجاز بلاي أمو ثلاثية يعني منحصرة بلاي حقيقة أور حقيقتنا ومجازة عندي إسناد هي نحقيقتي بيغلن ونمجازش كقولنا الحيوان جسم حيوان جسم والإنسان حيوان يعني أمانة نبى حقيقة داني ونبى مجازش ماشي مثلا ليردا وبو زمانك كمسندك فعل نبي يا معنى فعل نبي كواتا أقلش كاتيكا مسند فعل يا معنى فعل نبي ام بيوايا نحقيقة ونمجازة بس كواتا أشيء واختيق إما قصال حقيقة ومجاز أكين كإسناد لويدا يا بالي كم مسند لجملة كذا يا فعل بي يا معنى فعل بي شون كإما مثلا لحقتها وقت كتعريف إسناد الفعل أو ما فعل أو معناه باشا إلى ما هو له ها إسناد الفعل أو معناه إلى أني مثلا دي أقل لي را لشوينيكا كأقل مسند لجملة كذا فعل نبي معنى فعل نبي بر مجازي عقلي ناكوي بر حقيقتي عقلي ناكوي ديتو لمجازي عقليش دا علي شي علي بازا مجازي عقليش اسناد لمجازي يعني مجازي عقلي علي اسناد الفعل او معناه الى غير ما هو له لو شعر بوجود علي بس كواتا تو اللي هيج كابيك انا ياد لغير فعل معنى فعل ناكردو كواتا بم قراره وادر اكوي أجر لصورتك إما وكو الحيوان جسم والإنسان جسم أجر لصورتك مسندك فعل يا معنى فعل نبي أم بحقيقة بمجازي نازالي وجعل الحقيقة والمجازي صفة الإسناد دون الكلام لأن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد ليرى سؤالك يتر مترح به أوش أويا ربا وبو حقيقة مجازي كرد صفة إسناد ها ري ما سوتتي شي منه يعني لإسناد حقيقة عقلية فاس حقيقة عقلية كرد صفة إسنادك لحالك حقي إسناد صفة كلامك يا أو مثلا كلام أو كلام إسناد بصفة كلام بي يا صفة أجزاء كلامك بي مثلا صفة مسند إليه محكوم عليه به كذبة مسند إليه صفة محكوم به به كذبة مسند أما أم علي هاتوا أو حقيقة مجازي كرد صفة إسناد ني كرد صفة كلام
لبر أو عليه متصف بوني كلامش به ما بحقيقة بمجاز أو يجهر باعتباري إسنادك يعني أجر إسنادك نبي كلامي حاصل نبي تا كلامك متصف به بإسنادي حقيقي أو بإسنادي مجازي بالي وأوردهما في علم المعاني ممكن كسيك بيجا بابا أما كباسي حقيقة مجاز مطرح كري إسنادي حقيقي وإسنادي مجازي قاعدة حقيقة مجاز بين علم بيانا بيان كري بو هنا تيبو علم معاني علي يعني حقيقة عقلي ومجازي عقلي علي وأوردهما في علم المعاني أما هذول علم معاني وارد يعني كردها لأنهما من أحوال اللفظ باشا لبرأوي حقيقة عقلية ومجازي عقلية لأحوال لفظ لأقر قرابي لأحوال لفظ بين فيدخلان في علم المعاني داخلنا وعلم المعاني أبن جاء أمر رديد أسد تعريفك وهي أي الحقيقة العقلية حقيقة عقلية إسناد الفعل أو معناه إسناد فعل يا إسناد معنى فعل كالمصدر واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرفي ومني معنى فعل وق أوان وق مصدر وق اسم فاعل وق اسم مفعول وق صفة مشبهة وق اسم التفضيل وق ظرف إسناد ددرين بولاشي إلى ما أي إلى شيء إسناد بولا شيء ددرين هو أي الفعل أو معناه له فعل يا معنى فعلك له لبو أي لذلك الشيء وكوشي كالفاعل فيما بني له وكو فاعل لما ديك داك أو ما دي يا لمسند يك داك أو مسند بني له بنا كراب يبو فاعل مثلا وكو ضرب زيد عمرا باشا زيد لعمري دا إستا أم ضرب أم ضرب يا إسناد رياب ولا زيدك الآن مدلا إسناد الفعل إلى ما يعني زيد ليردا كهو إيسا أو فعل كضربك يا باشا نا هو له إيسا أو الشيء أو ما يا قاني أو فعل أو فعل كضربك يا إيسا لرا باسي معنى فعل ما نكره مثالك بو فعل نبو معنى فعل أو فعل بغي إسناد لا وبلا ما يك باشا إن بلمك إلى ما هو له إذا إسناد الفعل أو ما أو معناه إسناد فعل يا معنى فعل ولا شيءك هو إسنادك ما داب ولا زيد إس أو زيد شيءك كهو يعني فعلك له بو أو أبو خويت ضرب زيد عمرا أو المفعول به يا بو مفعول بالدان بو أو يعني إسنادك أو شيء أو كوشي كإسنادك يبو لا أدري وق مفعول به فيما بني له أوجل صيغيك كبناب أو كلا وكو ضرب عمر يعني عمر ليدرا إذا كان آيس صيغي ضرب دان ريا بو فاعل وني لنا حشار المبني بو فاعل مبني يعني دان ريا ودروس كريال دروس كرا بو شي بو أوي إسناد دري بو لاي فاعل بس بو يبيال بنا بنا فاعل يا مبني بو فاعل ولي مثلا صيغي مجهول وكو ضرب عمر بنا كريا بو أوي كنسبة دري بو لاي مفعول فهذا يسا عمر ليرا نائي فاعلة يعني مفعول به يكي ضرب زيد عمرنا دا أمجارة إيسا مثلا لا ضرب زيد عمرنا عمر مسند إليه نية بلان أقرب ما نوي عمر كينا مسند إليه بس سيقا كي بو قوري لا ضرب بو كين بضريب إيسا أم ضريبة يتشكاري أما فعلة جاء فعلة إسناد دراوة بولاي مايا كما كعمره كهو إيسا كأم فعلة كبريتي لضريبة راس بو أوه بو خويت فإن الضاربية لزيدين والمضروبية لعمرين ضاربية لمثالية كما بو زيدة لمثالي دوما مضروبية بو عمره البتة عند المتكلمي متعلق بقوله له من يوتمان إلى ما هو له الذي دقاي متكلمك وهو أو فعل يا أو معنى فعل له بو أو شيء أي باشا جاء ممكن لا يواسه مثلا لا ضرب زيد عمرنا كز دقاي فرقناك هم دقايك بلام لشويني واهي دقاي فرقك مثلا إذا كان يعني كابرايك تولد بكابرايك بلاي أنبت الربيع البقلة يعني بهار جاي سوسكر ده
تو با توجه قياس وسكرين انبات ازاني كما فعلي خوايا فعلي بشر نيه شنك تو معتقد بخواي وخواي قورش بخالقي همشتك زاني بس فعلي انبات بفعلي خوا زاني كواتا اقر اسنادك ادراب ولا الربيع حقيقي نيه مجازيه برام او كسيك ايماني بخوانيه ازا نازاني مثلا خواتشي او امانه هروازاني واقعا بهاركيا ولو كاتبه بحقيقه ده ها على بويا عند المتكلم في الظاهر بس كواتا بي انسان لجور شو لو جور مجازانه بعض اشتيق هيا بفرز اگر مثلا موحد يعني كسيك اهلي توحيد اهلي دينه اگر وقتك مثلا نسبتي فعلك خدائي اداب ولا غيري خدا حتما مجازي ما بسته بشي ازاني بعقيده وباوركي ازاني كمجازي ما بسته بوي هيرجنا كيتسري بكفري داني وبكي بكافر وعند المتكلم في الظاهر لظاهرك يا وبهذا دخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقعي وآبم قيد عند المتكلم داخل بوتيا لحقيقتها لإسناد حقيقيا ما يك مطابق اعتقاده ومطابق واقع نيه ما سأنبت البقل والربيع أجر جاهل بيرينق مؤمن حاربي هل حقيقته بوتي شنك مطابق واقع با مطابق اعتقاد با مطابق واقع اجنبي وهو أيضا أو في الظاهر هل متعلق بقوله لهوك يعني له بو أو لظاهر ذا وبه يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد ومش داخل أبي شتيك يواك مطابق اعتقاد جنبي عربي يعني أوش كمطابق اعتقاد نية في الظاهر ممكنة كابرا وقتك أنبت الربيع البقلي وتوى حاربي لو أنا أويش خوي معتقد نبي بوك إنبات فعل الربيعة حاربي ولظاهرك واقع يعني والمعنى إسناد الفعل أو معناه إلى ما يكون هو له عند المتكلم فيها كيفهم من ظاهر حاله لحال ظاهر حال متكلمك كهشتا قرينيك مانية لسر أويك متكلمك تعقد بربع وركي هيا ظاهرا وازعينك أو حقيقة مثلا يا مجاز وذا بغي يعني إسنادي فعلك يا معنى فعلك بدريب ولا مايك يسب ولا فاعلك يعني فاعلك يكون هو كبب أو فعل يا أو معنى فعل له بو أو مايا يعني بو أو شيئا لا متكلم حاربي لا متكلم فيها والمعنى إسناد فعل أو معناه إلى ما يكون هو له عند المتكلم فيها يفهم من ظاهر حاله فيها كبوتو يا باتوا بغي تنشتيك ما نبجي فيها كيبيبي وهي إسناد الفعل أو معناه بس أو يا والمعنى يعني حقيقة بريتيا لشي يعني حقيقة عقلية بريتيا لإسناد الفعل أو معناه إلى ما يكون هو له بولاي مايا كدبيم فعلك يا معنى فعلك له لبو أو مايا عند المتكلم باش للاي متكلم عقيدة واي خب باش أما فيما بني له أو فيها يفهم من ظاهر حاله فيها اللي هو هو تاني هو والله أقول ما هي ولكن يعني هيش خصية بسنة خصية بسنة كله الرنق أو زوري بس هذا داني وقيمة تاني ونشوه بره ما معنى إسنادي فعل يا معنى فعل بدري ولا ما يكون هو له أو ما هيك أو ما يتارى آسانا مكيشنين أو عند المتكلمين جاء أو عند المتكلمين دواء أو فرمي في الظاهري لظاهر ده شاهد أو عند المتكلمين سقساءك فيها لحقيقة كذا فتاء يعني كلام حقيقي كي تلفز كردوه مثلا كي يفهموا
من ظاهر حاله، يعني أم اشتاك مثلا أو إسناد حقيقية لظاهر حال متكلمك وقابل فهمه، كأما أو معتقدك أو فعل أو معنى فعله هر لحقيقتش هي أو شيئك بولاي إسناد دعوة، وذلك بأن لا أوشكيا، وذلك يعني أو فهم كرني إما لو حالي أو بأن لا ينصب قرينة، يعني متكلمك قرينة دانني كقرينة دالة دليل على أنه غير ما هو له في اعتقاده، لا سلوك أو فعل أو معنى فعل غير ما هو له ولا اعتقاد أو ومعنى كونه له أو أن معناه قائم به، يعني مثلا تولي ضرب زيد عمرا ذاك ودانا وضرب هي زيدة، يعني معنى ضربك ضربك قائمة به بزيدك ووصف له ولواقع وصفيتي، شن مثلا زيد شو وقتك تولي ضرب زيد عمرا زيد يعني صار زيد ضاربا لعمر، يعني زيد قرابة ضارب وعها ضاربك وصفك يتي، وحقه أن يسند إلى حق خوشي هرويك إسناد ولا أودري سواء كان مخلوقا لله تعالى أو لغيره، كيف خويتي الشيء كلا واقع ده لروان جي خلقته ومخلوق خدابه باشا باشا أي لغيال لبو غير جائس لرانيا حموشت مخلوق خدايا برانا ما كان مخلوقا لغيره أو يتولى طريق كسب، يعني ما زول ويا إما هاتويتين إما كانية كاريكا كين كسبي أكين خلقكي بخوايا إما هاتشان معتزي اللي كان ليوا ديدقان لقل إما فرقه أوان أرين باري أويك وعبد أنجامي أدا كسبني هر خلقة، يعني عبد كردوي خوي خلقك خوا كاري بكردوي عبدني واتكردوي عبد خوا خلقي نكردوا كديار اللي هو توشي كيشدين كيشكا أويا خواي قولوا خوي فرميتي والله خالق كل شيء وذا خالقها مشتاكة دي أم جارتو دي ليردا إسسنايتي أخي، يعني أو كليك أو تويتيتو تخصيصي تيا قائل بي اشتيك دوزيتو لنو مخلوقاتا كمخلوق إخوانية أو إشكردوي عبدا كوا خلافة لبروا أهل السنة هل زوه وتويانا أو كردوانش كعبد أنجامي أدا من حيث الخلق مخلوق إخوايا، أما كبيا واندي لقل بشر هيا لقل فاعلك إخوانا من حيث الكسبة فعلك كسبي كردوا كواتا ليردا منزوري بخلقني مخلوقا لله عام يعني مخلوق يعني خلق يعني بديهنان جاء بديهنانك بكسب بي يا بإيجاد بي مثلا خدا أجر مخلوق خوي بديني بإيجاد إما أجر مثلا شتي خومان بديهنين بشي بكسب كواتا مخلوقا لله تعالى أو مكسوبا لغيره أجر أبو يزول بأشتربه وسواء كان صادرا عنه باختياره وكيف خويتي أو مخلوق خدايا أو مكسوب عبده كعليه ما هو له وكيا صادر به لو باختيار خوي وكضرب يا أولى يا باختيار وكم مريضة ومات كان خوش كويسا مثلا مريضة زيد خبر زيد فاعل مرضة كيا يا مات زيد فاعل مات يا وانيا ولي باختيار خوي نيا ولهر حقيقة فأقسام الحقيقة العقلية على ما يشمله التعريف أربعة بس بشكاني حقيقة عقلية بنا لسلوي كتعريفك الشامل لديت شوار الأول ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا أو نوعيتي كمطابق واقع شو اعتقادي شبتك كقول المؤمن كسي إيمان دار بيجي أنبت الله البقلة بقلاني سوزي سوزي خوا سوزي رواد هم مطابقي اعتقاديتي هم مطابقي واقع شو، والثاني بشدو ما يطابق الاعتقاد فقط فقد مطابق اعتقاد به يتم مطابق واقعنا به نحو قول الجاهلي كسي جاهل يعني منظور بجاهل نفهم كافرة إيماني بأخوانا بنازاني إخوها يعني أنبت الربيع البقل بيجي مثلا بهار جايشين كرد عربي خب بهار جايشين كرد شين كردن فعلي خدايا نفعلي بهار
ولا مطابق اعتقادي أوايا شو كأو إيماني بأخواني عظيمون فلاتا بابا أما أبيت أم حقيقة عقلية فقد مطابق اعتقادي والثالث ما يطابق الواقع فقط يعني فقد مطابق واقع به كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه وكو قول المعتزلي بوكسيك حالي أو نازانيو وأمجال أو معتزلي شحالك خوي لأو منك أشاريتوا يجي خلق الله تعالى الأفعال كلها خوي قولها مو كردوا كاني خلق كردوا يعني كردوا عبدي دروس كردوا لحالك وعقيدي وانية ها مطابق واقعة ولي مخالف عقيدي خويت وهذا المثال متروك في المتن يعني أم مثال لما تنكات وجبينك مثال نين راتو والرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد جميعا شو على مكاء وأن مطابق واقع وأن مطابق اعتقاد جبه نحو قولك جاء زيد وأنت أي والحال أنك خاصة تعلم أنه لم يجئ دون المخاطب مثلا أختك توي متكلم يجي جاء زيد لواقعش توجزانيك يعني حتما بود معلومة كزيد نهاتوا ولينك مخاطب مخاطب ومعلوم نية باشا إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة شو لقى المخاطب بزاني معينة كونه حقيقة وشي اللي جوازي أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجئ قرينة على أنه لم يريد ظاهره باش جار لسلو اللي هو الجوازي بابي والسين إستا أقرب زاني إستا مثلا كوتي جاء زيد مطابق واقع نية شنو خد زاني كزيد نهاتوا هو واقع عقيدة شلبوانية تشتكي عقيدة تجني أو فسكوات أنه مطابق واقع أنه مطابق اعتقادي شب بلام حقيقة نبرو كم مخاطب نيزاني وا إذ لو علي شن مخاطب نيزاني وا أو بيوايا رنقا أما جاء زيد شاهد مطابق واقع بي إذ لو علمه المخاطب أيضا شنك أقر مخاطب بيزانيا مثلا علمي بعدم مجيئك بواه يعني وقت توري مثلا جاء زيد مثلا كتو خود زي نهاتوا مخاطب بيزانيا نهاتوا لما تعين كونه حقيقة متعين ندبك أما حقيقة ممكن فكر شوية بلاي مجازة مثلا وقت خير أخو ناري ولا دروك حالوين اجيت شي اجيب وفاما كفلان كزوتي جاء زيدون حالبين خو زيد جنهات و ممكن النامي زيد هات به ممكن كركي زيد هات به ولا سي كلام حتى ما بس كي هيا دي خلانا جسر وخادروك حالبين اوا بويا للي جوازي ان يكون المتكلم وشو شاهد جائزة امك متكلم قد جعل علم السامع بانه لم يجئ قراري دابع علمي سامعك علمي هي سامعك مخاطبوي كنهاتوا أعوية كربية بقرينة قد جعل قرينتان يعني أو قد جعل علم السامع بأنه لم يجي قرينة كربيتي بقرينة على أنه لم يريد ظاهره لا سنعوك ظاهري أم كلامي إلى هذا نكره مبستي أو نبوة فسبب مجازه فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهري فزوكات إسنادك ولا ما هو له عند المتكلم في الظاهر نابي بلكو إسنادك ولا غير ما هو له أبي أما إسنادي حقيقي أما ومنه أي من الإسنادي مجاز عقلي باشناك حقيقة عقلية مجاز عقلي ويسمى مجازا حكميا ومجازا في الإثبات يعني أمنا وانشي هيا وكبيل المجاز عقلي بيلين مجازي حكميش وهروها في ألين مجازي في الإثبات مجازك لا حكمك رأو حكمك هار النسبة حكمية بيني مسلو مسلو إليه مثلا نساء أقر مؤمن يكبيجي أنبتل ربيع البقلة منزولي حقيقة دنيا نسبة إنباتك داوب ولا زمان إنباتك درست يساء فاعلي حقيقي بو إنبات خدايا أما ديالة لفعل يقدا أو فعل وك نيازي بفاعل هيا نيازي بزماني شيكة تيا واقع ببي نيازي بمكاني شيكة تيا واقع ببي
تريك ايه التبا مثلا بيوندي لقال مفعولي شعب به كاتتو كاسنادك وداوت انبت الب انبت الربيع البقلة اسنادك ودا ولا جي ولا زمانك ام اسناده اسنادي حقيقي نيه نبرشي اسنادي حقيقي نيه شو كتو اسنادي انبات كهي خوايا نو داب ولا ما هو له ما هو له ك ما هو له او ما ييك هو يعني ك اسن كانباتك له لبو او بل كدات ولا غير ما هو له ما هو له كخوايا ليوا غير ما هو له كالزمن كأي زمن فعلك بعلتي أو بيوانديك لقل فعلك هيتي لقل إنباتك كدبت الزمان وظرف بو أو آبو ارتباطك هيتي كردما نسمسند إليه مجازا كربا نمسا إنا بالي أو جارة ديارة أو إسنادك ليوادراوة أما نسبة حكمية نسبة إنبات ولا ربيعك خب أقل ما دام مجازي كذا مجازي حكمي مجازي في الإثبات شي بي ألين عربي يعني لا إثباته بالي هرشن ممكن أو إرادة بقل كاكا خو أي قرهات وكلامك من فيه باشا كابرا بيجي ما أنبت الله ما أنبت الربيع البقلة آه بيجي علي أمو علي حاشي لسنة علي أقل بلي تقييد بإثبات اختزاء واكا كجرائن لنفي أنوي بالأموانية أهلا ثم الربيع تجارتهم يعني قازان جكا عن سودي نكرا خلوا مجازي يا أخوة تجارة لا أصلا فاعل الربيع حدنية تجارة سبب الربح كايا وتالي أي سينا لا أصلا فما ربحوا في تجارتهم يعني أولا تجارة كان سودي النكر باشا واتا تجارة نبو بسبب هو كاربو سودي أوان كمان سود كان ليتوا نسبة تجارة كسودي نكر باشا أما عليها قد تقيدي أكين بلا إثباته لبر أشرفيتي هناك لبر أشرفيتي إثباته بسرفيه أو لأنه الأسن كإثبات أصلا لبر أوي أو نسبة دراعه بارا كواتا يا أوجه الله لكاك إثبات بمعنى انتساب اتصاف يعني مثلا مجازك لا إثباته يعني لا انتساب كدايا منزول ويا آي ثانية أنبت الربيع البقلة أنبت خوي لغتك معلوم منا رواندني جايا بقلي منا ياك خو مجازك لوانانية مجازك لجوجداني أمدو كلمة بيكو كهي يقنين برام تؤيك بهيك عالو عالي عالي ويا لا إثباتك آي وإسنادا مجازيا وبيشرين إسنادي مجازيش أمشي ولا وهو إسناده أي إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له أي للفعل أو معناه غير ما هو له باشا أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبني له بل إسناد فعل يا معنى فعل نقب ولا ما هو له بل كوب ولا ملابس يقب فيه مثلا لو مثالانية يكيق لملابسا يعني يكيق لوانيك ملابس وفعل معنى فعلك ربيعة يعني يسك يعني إنباد يعني سوس كردن خدا فاعلك يا ربيع زمانك يا باشا مكانك أو عرضيك تيا سوس بي مثلا سبب سوس بونك باراني بو باري مثلا حالي بون أخوة يقول باران بارنك كانت سببي شين بوني جاكا أوانني أوانا شين أوانا ملابسي فعل معنى فعلك جاتو ديني فعل معنى فعلك لجي أوي إسنادي بي بولاي فاعلك إسنادي أدي بولاي داني لملابسكاني باشا أي الفعل معنى أو ملابسي شاخر خو فاعلك شي باشا فاعلك شي هر ملابسه بلام تونس بدا بوي لا يكي لملابس كان كأو ملابس صفتي وهي غير ما هو له باشا غير أو يكي وفعلك بو أوا يعني فعلك أنجام دراوي أوا أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبني له يعني غير أو ملابس كفعلك يا معنى فعلك بو أوا يعني غير الفاعل في المبني الفاعل وغير المفعول به في المبني المفعول للأهم يعني ملابسك
مثلا فاعل نية لمبني بو فاعل ده بدنا اسم فاعل بصفة مشبهة به فعل به مثلا ما زي مضارع هر شيء هيا كما شاكين ملابسك كليواها فعل نية فاعل نية لمبني بو فاعله مثلا مبني بو مفعول شا مفعول نية وغير مفعول به لمبني بو مفعولة سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع كيف قولك غيرك غير واقعي به أو عند المتكلم في الظاهري يا بلا متكلم ولا ظاهرة أو غير به وبهذا سقط ما قيل يعني أم إرادك قراوة وتراوة شتراوة إنه إن أراد غير ما هو له عند المتكلم في الظاهري أقر أوي منزولة فلا حاجة إلى قوله بتأول كالدواء يا الله وهو ظاهر وهو معلوم ولو إن أراد غير ما هو له في الواقع خرج عنه مثل قول جاهلي أنبت الله البقلة شنو سكاني لواقع عيسى كاتا أنبت الله كابريكي جاهل بيجي أنبت الله البقلة مجاز نابي فتا حقيقة لبرشو شنك هو لواقع عيسى الله عيسى إنباد لواقع بو الله ممكن لا اعتقادي متكلمة كابو أو نبي عربي برام ديارة لواقع أوي أري أجر منزولي لما هو له وكا ما هو له في الواقع ما بس به أم قولي جاهلة برمجاز ناكوي شنو سكاني أما أو الله يا بره غير ما هو له نية لواقع ولا اعتقادي كابلا جاهلة يعني أما شيء كواتا وبهذا سقط ما قيل إنه إن أراد غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة إلى قولي بتأويل وهو ظاهر وإن أراد غير ما هو له في الواقع خرج عنه مثل قول الجاهلي أنبت الله البقلة أو بمجاز عقلي وتيتي هذا باعتبار الإسناد إلى السببي باعتبار إسناد ولا سبب يعني أما خارج أبي كواتوا ديال جاهلك خدا بسبب أزاني عربي أنا فاعل حقيقة كيف الربيعك أزاني أولي وهو الله تعالى على زعمه لأنه يعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الربيع وأن الله سبب أن الله تعالى سبب أما أوه جاء أمر بتأول أو متعلق بإسناده بإعراب محكيك نار وهو إسناده إلى ملابس له غير ما هو له بتأول ومعنى التأول أنك تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة يعني تو معنى تأول ويشويني أو اشتأك بيك أم لفزة أقريت ولا أو كبريتي لحقيقتك يعني بدو حقيقتك أقري أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل يا أو موضع شوينيك أقريت ولا كبريتي لعقل يعني أشيتو يعني عقل تشخيصي أو عداك أو إني كأم إسنادا حقيقين ولا أو وحاصله أويا أن تنصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له حاصلك أويك قرينيك الصارفة دانري يعني قريني دانري كقرينك لا مان دالويك إسنادك ولا ما هو له يعني ببي قرينك بزانيك أم إسناد بغير ما هو له وما هو له نية جاو له ملابسات شتابة بيسين ليرا من أشيك شموهي وإداري سبت أو يخاموش عندها